والى الخبر الابرز في نشرتنا حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائيه الاساسيه للدوله مع السعي نحو زياده مخزونها لفتره مستقبليه لا تقل عن سته اشهر. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخليه ورئيس المخابرات العامه وجه الرئيس السيسي الحكومه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمن وقيام مباحث التموين بالتاكد من تنفيذ التسعيرات الجديده. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء محمود توفيق وزير الداخليه. واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه توفير الارصده الاستراتيجيه من كافه السلع الغذائيه الاساسيه خاصه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الاطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافه السلع الغذائيه الاساسيه للدوله مؤكدا توافرها بالكميات المناسبه للمواطنين وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زياده مخزونها لفتره مستقبليه لا تقل عن سته اشهر كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم، وذلك تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ. كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية yeah